بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين ومنه نطلب التوفيق والنجاح والسداد في سائر الأمور كلها. أنطلق مباشرة مع انطلاقة شوطنا 15 والذي يحمل فئة الإبكار هنا اللي في صدارة هذا الشوط، هذه مزنة لسعود بن ثامر القحطاني، وفي ثاني المراكز الوصول من نقوة لسعيد بن زايد الخيارين، ثالث المراكز الوصول من الوجبة لزايد بن مطر الضابط الدوسري ممثل أهالي الخريب، من يطالبون هنا بالسوبر هاتريك في هذا الشوط. اللي في رابع المراكز هناك التسلل والاندفاع من جانب المتحدة لمحمد بن حمد أجعب مع المتحدة، وفي خامس المراكز من بها نختم نداءنا للمراكز المتقدمة، هذه الظبي لراشد بن حمد بن شابل مع الظبي، ولكن عودتنا إلى نقوة هناك، إلى نقوة من تنتقي المركز الأول، من تنتقي المركز الأول مركزا لها هنا. الله يا نقوة لسعيد بن زايد الخيارين، يا السلام على هذا الأداء. نقوة إذن تباعد المسافة بينها وبين بقية المشاركين بهذا الأداء، ولكن الوجبة هناك حاضرة تحضر وبقوة لتؤدي واجبها تجاه أهالي الخريب وتجاه مالكها زايد بن مطر الضابط الدوسري. يا السلام يا الوجبة اللي في ثاني المراكز، وحذاري من الوجبة يا نقوة، الوجبة في ثاني المراكز. ثالث المراكز هناك القدوم من الضبي لراشد بن حمد بن شابل مع ضبي الفلا رمز العطاء، هناك الضبي، ولكن أعود مع نقوة. ما شاء الله يا نقوة على هذا الأداء، على هذا الأداء المنتقي هنا اللي انتقات سعيد بن زايد الخيارين لتكونين في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، سلام وتحية واحترام لمالك نقوة سعيد بن زايد الخيارين، وفي ثاني المراكز اللي ما قصرت الوجبة لزايد بن مطر بن ضابط الدوسري، وفي ثالث المراكز الضبي لراشد بن حمد بن شابل. تهانينا لجميع المشاركين. توقيتنا الزمني لهذا الشوط 2:09:21 التهاني والناموس لجميع الفائزين، والتهاني ايضا لمالك نقوة على هذا التوقيت المميز اللي حصل تحت اخف نقوة. تهانينا لجميع الفائزين والمشاركين.